بسم الله الرحمن الرحيم. المنظومة دي منظومة كيرتن وول. طبعا هما دلوقتي شغالين بيركبوا الألمونيوم أو القطاع الألمونيوم بتاع الكيرتن وول زي ما انتم شايفين متثبت في الخرسانة بزاوية. طبعا كل ده معمول على مناسيب ومعمول على ميزان. طبعا الكيرتن وول بيتركب إزاز هنا وإزاز هنا، بعد كده بيتركب ما بينه مسطرة. اوكي، الاستراكشر بيتركب ازاز وبيتركب ازاز. الفرق بين الكيرتن وول والاستراكشر، بتركب ازاز وازاز، وبتركب زي 2 سنتي سيليكون في الوسط. فكخارجيا الفرق ما بين الكيرتن وول والاستراكشر هو المسطرة اللي بتتركب هنا او السيليكون اللي بيتركب. طبعا ده النهاية بتاعت الازاز بتاعي، وكل ده المفروض يا اما هيكون صبة يا اما هيكون بلوك، عشان خاطر هنا العزل بتاع السطح عندي، فكل الارتفاع ده المفروض يتقفل او يتسكر او حسب التصميم بتاعي والارتفاع المفروض يكون عليه تحت التيوبات الالومنيوم بتاعتي زي ما احنا شايفين. طبعا القطاعات دي بتكون مصممة سواء قطاع 10، قطاع 12، قطاع 14، قطاع 17 على حسب التصميم وعلى حسب الارتفاع بتاعي. يعني الارتفاع بتاعي كل ما يكبر كل ما القطاع بتاعي ده يكبر، يعني كل ما الارتفاع بتاعي يكبر كل ما القطاع بتاعي ده يكبر. اذا كان ده 12 او 14، لو كبر عن مثلا 5 او 4.5 بيبقى 17. طبعا برضو على حسب تصميم شركة الازاز الالومنيوم زي ما احنا شايفين بتثبت بزوايا. طبعا البولت او المسمار برضو بيكون ليه حسابات خاصة، البولت ده او الزاوية دي بيكون ليها حسابات خاصة، والمسمار نفسه بيكون ليه حسابات خاصة لطريقة تثبيت التيوبات الالومنيوم بتاعتي. طبعا الكلام ده على طول الوجه، احنا بنتكلم في دور علوي غير برضو الدور السطح بتاعي زي ما احنا شايفين. فما تبدأ في أي شغل إلا ما تكون عارف القطاع بتاعك، نوعه، مقاسه، طريقة التثبيت، المناسيب الوزنية بتاعته، النهاية بتاعته، قطاعات الإزاز بتاعتك، أبعاد الإزاز وتقسيمات تركيبات الإزاز بتاعتك. ده لوح واحد أهو، في جزء فوق وجزء تحت. لو هيتقفل جزء بسيط 10 سم او 15 سم يبقى في جزء تحت وما الى ذلك. فقبل ما تبدا لازم تكون معمد كافه المخططات الخاصه بتقسيمات الازاز بتاعتك. ويومكم سعيد.